كشفت النائبة عن محافظة ديالى غيداء كنبش وجود أكثر من 3800 منزل مدمر في ناحية جولة الواء. في إشارة إلى تورط قوات أمنية تابعة لإقليم كردستان بتجريف تلك الدور خلال الأعوام الثلاثة الفائتة داعية السلطات القضائية العراقية والمحاكم الدولية إلى محاسبة المتورطين بارتكاب تلك الانتهاكات لم يبتعد عن التسونامي ما حصل في هذه الناحية أكثر من 3800 منزل لناحية واحدة كلها جرفت يعني لم يدمر بيت ويسقط بيت من بين عشرة بيوت أو هناك تفجيرات معينة أو حرق بيت معين لا هناك تجريف كامل لهذه المنطقة أدعو كل وسائل الإعلام أن تنطلق بحملة يا يعني أما عن طريق متابعة تلك الصور اللي تظهر في يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي الناس دا يرجعون ناحيتهم شلون لأن يصوروها وأدعوهم أو الحضور إلى تلك المنطقة وتصويرها ومن هذا المكان أدعو أولا مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية حول ما حدث في هذه الناحية ثانيا الحكومه الاتحاديه تعويض هذه الناحيه تعويضا مجزيا ومباشره اعاده اعمار هذه المنطقه، دعوه صندوق الاعمار للمناطق المتضرره ان يحضر مباشره ليرى حجم الدمار الهائل الذي تعرضت اليه تلك المنطقه. ادعو ايضا الى حتى اذا عجزنا قضائيا ادعو الى حتى فتح تحقيق دولي لهذه المنطقه